الجهة العالمية. نزار الوظيفي مدير تحليل وكده بشكل الأوسط. احنا بنشكر معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الشباب على هذا الملتقى الجاي، ان شاء الله تكون فرصة يستفيد منها الشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية. طبعا فرص العمل دي متوفرة في القطاع الخاص. انا بس في تخوف لدي، وهو تخوف الشباب من العمل في القطاع الخاص، عدم توفير الامن والامان والظروف المناخيه اللازمه للعمل في الشباب للعمل في القطاع الخاص. فده في اعتقادي بيخلي شباب كتير يعزف عن العمل في القطاع الخاص خوفا من عدم توفير الضمانات الكافيه. فهل احنا يعني طمنا على الشباب والشركات اللي وفرت هذه الفرص ان هي تضمن الحمايه التامينيه والاداريه والقانونيه الواجبه للشباب اللي هم هيقبلوا على هذه الفرص؟ سؤال ثاني معالي وزير التجاره والصناعه، الملتقى الاول حضرتك قلت وفر 10,000 فرصه، الملتقى الاول وفر حوالي 10,000 فرصه. كم من هذه الفرص اللي تم شغلها بالفعل واشتغل عليها الشباب؟ واعمال المتابعه اثبتت كم فرصه تم شغلها فعلا وكم فرصه ما زالت لم تجرى حتى الان؟ شكرا. شكرا نزار. انا الحقيقه يعني سمعت السؤال وسمعت كل المعلومات اللي حضرتك سالت عليها دلوقتي للمهندس محمود، فانا ممكن ارد عليها، بس هو الحقيقه عنده المعلومات الدقيقه جدا، لان هذا البرنامج تحديدا مختلف عن اي برنامج تاني او اي ملتقى تاني بنعمله، لان التعاقد اللي تم مع مجلس التدريب الصناعي في هذا الموضوع ومن خلال هذا البرنامج هو على شروط محدده، فالناس اللي جايه في الملتقى التوظيف من الشركات المختلفه دي ناس موافقه على هذه الشروط وتم توقيع بروتوكولات معاها، وبالتالي كل الاستفسارات حضرتك بتتكلم عليها من ناحيه الامان والضمان الاجتماعي والتامين الصحي كل هذا التفاصيل، انا من وجهه نظري ان المهندس محمود هو اقدر من يجيب عليها، لانها مهمه جدا، لان النقط دي لو نقلت الى الشباب عن طريق الاعلام وعن طريق حضراتكم هتفرق جدا، لان كل هذه الاسئله فعلا اللي بيسال عليها الشباب. الحاجه الثانيه الجزء الاخر من السؤال، انا اقدر اقول لك في بعض الحاجات احنا عملنا عده تجارب في وزاره الشباب، واعتقد وزاره التجاره والصناعه برضو في الفترات السابقه عملت هذا الموضوع. لما بيجي 10,000 فرصه من التعليم من التشغيل المهني العدد ما بيبقاش كبير، ما بيوصلش الا 10% تقريبا هم اللي بيشغلوا الوظائف ديت، وبيبقى عندنا 90% من فرص العمل لم تجد من يشغل هذه الوظائف. ولذلك احنا المره دي اضطرنا ان احنا نبدا بمؤتمر صحفي ونبدا بعرض الفكره المعموله الجديده المره دي، لانها ربما في هذا الملتقى تحديدا وبعد الشروط اللي هنتكلم عليها دلوقتي المهندس محمود من وجهه نظري واكثر من يقدر يشرحها، اعتقد ان احنا المفروض نوصل هذا الكلام، واعتقد ان احنا نتمنى يوم السبت والحد الجاي الاقي عندي ال 10,000 فرصه عمل دول متقدم لهم 100,000 شاب، وناخد ال 10,000 ونشغلهم وندور ل 90,000 التانيين على حاجه ثانيه، يعني نفسنا نطلع بكفاءه يعني 100% من فرص العمل الموجوده، لكن هبقى يعني مش مبسوط ابدا لما هلاقي 10,000 فرصه عمل تم شغل 1000 او 1500 فرصه والباقي لا. فمعلش بستاذن معالي الوزير ان محمود يقول لنا النقط المهمه جدا، لان عنده ده يعني تفاصيل دقيقه جدا، واتمنى ان حضراتكم تقدروا تنقلوا هذا الموضوع من خلال وسائل الاعلام المختلفه لشبابنا المصري. رد سريع جدا عن موضوع الضمان، قدام المايكات يا فندم. هو رد سريع على موضوع الامان، الناس الشباب ازاي يضمنوا الامين ان هم يشتغلوا في القطاع الخاص؟ طبعا بيدوها برايت، عندهم حق في خلال الفتره اللي فاتت، بس انا عايز اطمنكم من حاجه. ال 40,000 وظيفه اللي انا قلتها من شويه دلوقتي جايه من 105 شركه فقط. 105 شركه فقط. المسجلين في السجل الصناعي 10,200 شركه، ده اللي عندنا بس، ده البيانات اللي عندنا، ده غير الانفورمال سيكتور. فلما 105 شركه نطلع منهم 40,000 فرصه عمل، ده معنى كده ان البوتنشال كبيره. طب ليه هم 105 بس مش 300 مش 1000 شركه؟ لان هم دول اللي وافقوا على شروطنا. زي ما احنا قلنا، احنا عشان نجيب الناس تمضي معانا عشان يخشوا معانا في برنامج الدعم ده وندرب لهم الناس اللي هم عايزينها، لازم يوافقوا على شروط، منها الحد الادنى هيبقى قد ايه؟ منها في وجبه ولا ما فيش؟ في انتقالات ولا ما فيش انتقالات؟ واهم حاجه في تامين اجتماعي وتامين صحي ولا لا؟ وزي ما قلت لحضراتكم انا بتابع الموضوع 100%، ما باخدش سامبل، ما باخدش عينه، انا بتابع 100% من الناس اللي بتتدرب وبتتعين عندي، فانا اقدر اقول لحضراتكم الارقام بالظبط واقول لك كم واحد متعين وكم واحد شغال فين، لحد اول ما يتامن عليه ويجي لي استماره واحد تامينات، ما بديش الشركه الدعم غير لما تجيب لي استماره واحد تامينات.
علشان ما تتلعبش وتقول انا اروح يعني امنت عليه وادي العهد اهوت وماضي او تروح تمضيه على شيك من ورانا والكلام ده من غير ما اقول بالمره. فال105 شركه اللي طلعوا لها 40000 فرصه عمل وافقوا على ده وعندنا ارقام كامله ليهم ودول اللي خدوا 17000 وظيفه السنه اللي فاتت الحقيقه. يعني انا بالنسبه يعني اني وزير الشباب فانا ارجو ان هذا الكلام ينقل، يعني اذا كان يعني هذه الجديه في العمل وهذا الوصول الى ان هو ما بيتسددش الدعم الا لما بيستلم استماره واحد تامينات عن الشاب اللي تم تدريبه واستلم وظيفته، دي حاجه اعتقد ضمان كبير جدا للشباب. بس المهم ان الكلام ده يوصل، لان ممكن الشباب برضه يكون رايح يوم السبت والحد الجاي علشان بس يتمشى ويشوف الكلام ده لكن ما عندوش هذه المعلومات. فبرجوكوا ان هذا موضوع مهم جدا جدا وحريص ان هو يكون، يا ريت يكون هو عناوين كل الاخبار اللي هتنزل او عناوين كل اللي هينزل في مواقع المختلفه، ان هذا الموضوع مراقب حتى حصول الشاب على استماره واحد تاني. انا عايز اضيف حاجه صغيره جدا عملها الوزير، ان 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 انا بلعب دور المفاوض عن الشباب والمجتمع الصناعي والشركات الصناعيه عندي هترجع لي، هترجع لي، هي راجعه لي، راجعه لي، وهي مش هتقدر تضحك عليا ولا هتقدر تخسرني كحكومه، يعني هي راجعه لي في سجل صناعي وفي سجل تجاري وفي دعم وفي دعم صادرات وفي حاجات كتيره جدا هي محتاجاني فيه. فاللي هيمضي معايا على الشروط اللي احنا حاطينها وهيساهم معايا، مش بس في ناس ساهمت معايا وهي مش محتاجه بس ساهمت معايا عشان عارف ظروف البلد اللي احنا فيه، قال لي يا محمود انا هشارك معاك وهنشارك معاك، ده نوع من انواع الدعم خلال الفتره عشان البلد تقوم على رجليها، وده يعني شاكوه يعني كنا بنحييه الحقيقه، يعني ما كانش عايز مدخل. ففي ناس بتدخل حتى من 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 من, من واعز الوطنيه بتاعتها حتى لو هي مش محتاجه. فانا بقول لحضراتكم ال 105 شركه اللي موفرين 40000 فرصه عمل دول احنا عايزين نخليهم 1000 شركه خلال السنه اللي احنا فيها ديت، وساعتها هتلاقوا الارقام مختلفه تماما. فهو التحدي الرئيسي بس اللي دايما هيبقى عندنا هو ازاي نجذب الباحثين عن العمل ونغير المفهوم عندهم ان العماله الفنيه عماله محترمه هيتم توفير حياه كريمه ليها، وده دور الحقيقه الاعلام اللي زي معالي الوزير تفضل بيه. هي أنا عاوز أضيف كلمة، حكاية التخوف من القطاع الخاص الحقيقة ده مفهوم عاوزين نغيره. هناك هيكل تشريعي بيجبر صاحب العمل على التأمين على العامل، يجب على هذه التشريعات أن تحترم، يجب على الجهاز الحكومي والإداري أن يراقب ويضمن تنفيذ هذه القوانين والتشريعات، ويجب على القطاع الخاص أن يحترم هذه القوانين والتشريعات، ويجب على العامل أن يثق في قدرة الحكومة على الرقابة وعلى احترام القانون. فهذا التخوف الحقيقة عاوزين ننزعه من قلوبنا ومن أذهاننا، خصوصا انه القطاع الخاص بيلعب الدور الرئيسي في تنفيذ خطه التنميه في الدوله، وهو على الاقل في المرحله الحاليه الاقدر على فتح واتاحه فرص عمل للشباب. النقطه الثانيه هو انه لان القطاع الخاص عنده مشكله عماله وبالفعل عنده مشكله عماله، فهو سيتنافس فيما بينه لمنح أفضل فرص للشباب بما فيها الضمان التأمين الاجتماعي وغير ذلك. فأرجوكم، وهذا هو طلبي إلى وسائل الإعلام، عاوزين نثق في بعض، عاوزين نثق في قدرة الحكومة على نفاذ القانون، وعاوزين نثق في وطنية القطاع العام والقطاع الخاص في احترام القانون وفي تنفيذه ولو بهدف تحقيق مصلحته وتحقيق أرباحه. تفضل يا استاذ مروه. وانا بقول لك من الساعه، هو انا بس كنت عايزه اعرف هل هيتوقف دور وزاره الشباب ووزاره الصناعه عند حد توفير فرص العمل للشباب في خلال الملتقى وبعد كده خلاص نسيب الشباب ما نعرفش هم، يعني ده اللي بيحصل يعني في منطقيات التوظيف بيتم توفير فرص العمل وبعد كده في مجموعه من الشباب عامه ما بيكونش العدد كبير جدا فبيروحوا وبعد كده بيلاقوا مشاكل في الاماكن دي سواء كانت في مصانع سواء كانت في مطاعم او وبعد كده بيمشوا. فهل مثلا من الممكن يكون في قاعده بيانات للشباب دول في وزاره الشباب او وزاره الصناعه وبعد كده يتم متابعه الشباب عن طريق قاعده البيانات دي، ولا يعني عايزين نعرف؟
هو الحقيقه قاعده البنات هي موجوده. احنا عندنا بنشتغل دلوقتي على قاعده كبيره جدا للبلد كلها، مش بس المجتمع الصناعي، ليبر ماركت انفورميشن سيستم. لكن احنا عندنا قاعده بنات، وقاعده البنات بتاعتنا هي في ال 40,000 وظيفه ديت كلها كامله بكافه بياناتها. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنتابع 100% من الحالات بتاعتنا 100%، وبنتابعهم بعد شهر وبعد 3 شهور لحد ما نتاكد الحصول على استمرار واحد تامينات. لكن لو سؤال حضرتك بقى، لو بعد 3 شهور ايه اللي يضمن ان العامل ده ما حصلوش مشكله ويمشي؟ دي ما اكدبش عليك انا ما دخلتش فيها. يعني احنا خلينا كل واحد لازم يعرف دوره ايه علشان العمليه التشين تكمل. انا دوري ان انا احاول اخلي واحد قاعد في بيتهم على القهوه يبقى امبلويبل، يبقى عنده قدره على التوظيف، واوفر له فرصه وادربه واهله واروح اجيب له عقد محترم يوفر له حياه كريمه. لكن لو هو جه بعد كده حد لعب في ودانه، او جه واحد صاحبه قال له تعالى اشتغل على توك توك وخد 40 جنيه في اليوم وسابني ومشي، اعمل له ايه؟ وبالتالي التاني هنرجع تاني ان كل دوت على الاعلام دور كبير، توعيه الشباب باهميه العمل النظام. وده مش هيجي الا بالكالتشر ايشو، ده مش هيجي غير لما احنا نبتدي ندرس البارت اوف ذا مايند سيت او جزء من مفهوم الشباب عن العماله الفنيه. وعايز اقول لكم حضراتكم يعني عن تجربتنا برضو، اليابان، كوريا، البرازيل، تركيا، ما بقتش كده الا لما ابتدت الناس تفهم ان العامل الفني ده زيه اهميته زي اهميه المدير ورئيس مجلس الاداره، وبيعامل معامله سليمه 100%. هتاخد وقت ياس هتاخده، بس لازم نبتدي. زي ما معالي الوزير قال، المشكله الرئيسيه انك تتحرك من السكون، خلينا نبتدي الاول وبعدين نحسن واحنا شغالين. لكن عشان نستنى ويبقى كل حاجه بلو برنت دي ما بتنفعش في البلد، فخلينا نبتدي الاول وبعدين نحسن. لكن هرجع تاني لسؤال حضرتك عشان ما نتوهش الموضوع، هل في متابعه علشان نضمن الاستمراريه او السستينابيلتي بتاعت الناس؟ ايوه موجوده، لحد الحصول على استماره واحد تامينات. اللي انا بفترض فيها ان الراجل ده بدل ما قدر يقعد 3 شهور وتلاقي له واحد تامينات والشركه وثقت فيه وامنت عليه وهتدفع حصتها من التامينات للبلد، يبقى الراجل ده المفروض يستمر. ما زاد عن ذلك هنرجع للي قال معالي الوزير، التشريعات بيني وبينك وفي مكتب عمل وفي قوى عامله ونبتدي نشوف بقى حقي وحقك. لكن دوري كوزاره صناعه في توفير فرص عمل وتدريب تمت، محتاجين ننقل هذه المسؤوليه عن الاستمراريه عن تطبيق القوانين واللوائح اللي معترف بها والتشريعات في القطاع الخاص وقانون. سيد مصطفى نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، أنا بتكلم فرصة إن الوزير المدير موجود وهو الوطني وإحنا نعرف وطنيته، راجل شغال برضه في الأعمال قبل والسياحة قبل الصناعة. إنما في نقطة مهمة جدا أنا دايما بتكلم فيها، وهو إن إحنا دايما بنبدأ من الآخر. يعني انا عندي القضيه الاساسيه من وجهه نظري في المشكله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها وهي التوظيف، تبدا من التعليم الفني، من التعليم نفسه. والمفروض وزاره الصناعه انا اعتقد ان هي فيها قطاع كبير خاص بتطوير التدريب. وكان هناك تعاون ما بين وزاره الصناعه ووزاره التربيه والتعليم في تطوير التعليم الفني وإنشاء مشروعات فنية في داخل المصانع من خلال وزارة الصناعة والتربية والتعليم. ولكن للأسف ما بنلاقيش حاجة على أرض الواقع، يعني المشروع بينتهي قبل أن يبدأ، والأموال اللي موجودة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني للأسف كبيرة مش صغيرة، وهي مقسمة على 4 وزارات وليست التربية والتعليم والصناعة فقط، وإنما موجودة في الإنتاج الحربي وموجودة في القوى العاملة وزارة الصناعة والتربية والتعليم. فسؤال أنا بطرحه على سيادة الوزير، ما هو دور وزارة الصناعة في تطوير التعليم الفني خلال المرحلة القادمة حتى نبدأ من التعليم قبل أن نبدأ من النهاية؟ وشكراً. أشكرك على سؤالك السيد، لأنه السؤال في محل تماما. التعليم الفني في حد ذاته مهم للغاية، وهو في حاجة إلى مزيد من الاهتمام والتنظيم. آه
نحن في صدد مع الوزارات المعنية بما فيها وزارة العمل أو قوى العاملة، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة السياحة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصناعة لتشكيل مجلس أعلى للتعليم الفني سيتم من خلاله التنسيق فيما بين الوزارات المختلفة والإشراف على التعليم الفني للارتقاء بمستوى. هذه هي نقطة البداية وأنت على حق تماما، وأعتقد أن سيكلف شخص تنفيذي تم اختياره إنما مش هذكر اسمه لإدارة هذا منظومة التعليم الفني في مصر، وسيعلن عن كل هذه الإجراءات خلال الأسابيع القادمة إن لم تكن الأيام القريبة القادمة. أنا هستأذن حضراتكم بس بعد إذن معالي الوزير في نقطة. إحنا بالنسبة لنا كوزارة الشباب تهمنا، إحنا في أحد اجتماعات مجلس الوزراء عرض علينا برزنتيشن الأخيرة خالص اللي هتبقى لآخر المعلومات اللي موجودة عن قوة العمل في مصر ونسبة البطالة، فقالوا إنه في 27 مليون شخص في مصر قادرين على العمل. بيحسبوهم إزاي؟ إن أي حد فوق ال 15 سنة لأي سن مطروح منهم عدد الطلبة اللي في الجامعات وعدد الطلبة اللي في المدارس وعدد سيدات البيوت أو ربات البيوت، فطلع إجمالي قوة العمل في مصر 27 مليون شخص. بيشتغل منهم في القطاع العام والحكومة 6.5 مليون، وبيشتغل منهم في القطاع الخاص 17 مليون، يبقى فاضل 3.5 مليون دول العاطلين. ال 3.5 مليون العاطلين دول زي ما المنير بيقال معظمهم من الشباب. اذا احنا كوزارة الشباب لدينا في الوقت الحالي هنقول 3 مليون شاب عاطل، فدي في حد ذاتها مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، مشكلة قائمة. صحيح التعليم الفني لابد ان يبدأ بالتطوير وكل دي الامور، لكن لدينا حاليا على ارض الواقع 3 مليون شاب عاطل. علينا ان احنا نحل هذه المشكلة، فاحنا دلوقتي يعني التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلة القائمة بالفعل. وزي ما انتم شايفين 17 مليون قصاد 6 وشوية مليون في الحكومة، 17 مليون قطاع خاص، زي برضو ما منير بيقال ان ده بيشتغل 3 اضعاف اللي بيشتغل في الحكومة، يعني الفرصة موجودة اصلا اكثر في القطاع الخاص. فوزارة التجارة والصناعة بهذه المبادرة الرائعة وهذه المتابعة اللي قال عليها منير بيه برضو في اول حديثه، ان هو اول ما تولى امر وزارة التجارة والصناعة طلب التقييم. فالسؤال اللي مثلا قالته مروة، قالت طب احنا نعرف ازاي؟ احنا دلوقتي بنتابع في وزارة التجارة والصناعة لغاية ما يستلم العمل، وبعد ما يستلم العمل يطلع له استمارة واحد تأمينات. لكن ده بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الثلاثة مليون اللي موجودين دلوقتي. يبقى اي مجهود بيبذل دلوقتي في هذا التوقيت في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية اللي البلد فيها، الاستثمار مش في افضل حالاته، الاقتصاد مش في افضل حالاته، لكن في وسط هذا الموضوع احنا بنبذل اقصى مجهود، اذا قدرنا نوفر هذه فرص عمل دي في حد ذاتها رسالة مهمة جدا، انه رويدا رويدا بتحسن حالة الاستثمار وحالة الاقتصاد وحالة التجارة والصناعة، ان احنا نقدر نحل نسبة كبيرة جدا في هذه المشكلة. ولذلك انا بقول لحضراتكم نحن في اصعب الظروف دلوقتي، اذا بدأنا حل هذه المشكلة في اصعب الظروف مع تحسن الاوضاع باذن الله الامور هتبقى احسن كتيره جدا، لان فعلا مصر فيها بوتنشال كتير جدا وتقدر وعندنا فرص كتيره، وزي ما قال برضو المهندس محمود ان دول 105 شركه من كذا الف شركه، ما بال بس لو نجحت هذه العمليه، لو مؤشرات النجاح بدات تظهر في هذه العمليه، ده هيشجع الشباب وهيشجع الشركات وهيشجع القطاع الخاص، وهيحصل يعني زي ما بيقولوا كده رواج كبير جدا في المجتمع لنجاح هذا الموضوع. فبنرجو برضو من الساده الاعلاميين المره الثانيه مشاركتنا مع وزارة التجارة والصناعة في إنجاح هذا المشروع، لأن أنا من وجهة نظري ده واحد من أهم المشروعات اللي ممكن مصر تشتغل فيها خلال الأشهر القليلة القادمة. شكرا. عموم المواطن المصري ارتفعت جليا في الصعيد المصري، خاصة بعد ارتفاع نسبة البطالة، ونجد بعد ارتفاع نسبة البطالة ونجد أن فرص العمل الحقيقية التي أتت في الماضي كانت فرص عمل وهمية بشهادة من هم كانوا موجودين في مجلس الشعب.
الآن انهارت السياحة في الصعيد، والرجل الصعيدي يتألم يوميا من قلة فرص العمل الموجودة في السياحة، بجانب الممر الآمن الذي هو غير آمن عند الحكومة منذ التسعينات من أول القاهرة إلى أسوان. هل هناك آلية لتفعيل الأمن من خلال القاهرة حتى أسوان حتى يستفاد المواطن الصعيدي في قرى وصعيد مصر؟ شكرا مع الوزير. هي ساعتك بتقلب المواجع. بتقلب المواجع لأنه بصفة صعيدي بتألم لأهل الصعيد وبتألم لحال الصعيد. الحقيقة شيء مؤلم، شيء مؤلم. هل ممكن للدولة أن توفر الأمن في الصعيد؟ هو واجب الدولة. أعتقد أنه واجب الحكومة الأول قبل تقديم أو توفير أي خدمة فهو الأمن. يعني الحكومات وجدت في التاريخ من أجل توفير الأمن للمجتمع، وبعد كده جت الخدمات الأخرى. فأعتقد أنه ده واجب الحكومة، وأعتقد أنه ده واجب المجتمع كله أن يتعاون مع الحكومة لكي تتمكن الحكومة من توفير الأمن. هتخليني أفتح موضوع مش عاوز أفتحه، فمفيش داعي في إطار الأمن، فخلينا نتوقف عند هذا القدر. أنا ما عاوز أقول لك إن الحكومة مهتمة جدا بالصعيد، وهناك عدة مشروعات، ولعل أحد هذه المشروعات هو مشروع المثلث الذهب اللي هو هيربط ما بين محافظة قنا شرقا إلى البحر الأحمر، منطقة غنية جدا بالمعادن ولها إمكانيات للنهوض بالصناعات الكبيرة. وأعتقد أنه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبق أكد على أهمية هذا المشروع، وإن شاء الله ربنا يعني يقدرنا ونعرف نخطو خطوات حثيثة من أجل تنفيذه، البدء في تنفيذه وتنمية كل الثروات اللي موجودة في هذه المنطقة اللي ممكن توفر فرص عمل كبيرة بالنسبة لشباب الصعيد الدواني زي ما بنسميه. إنما بالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد ومؤمن إنه الحركة السياحية ستعود وبأسرع مما نظن، وطبعا بشرط أن يتوفر الأمن، وإن شاء الله الأمن سيتوفر إن تعاون المجتمع مع الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف. كريمة الحلفاوي، قناة الغد العربي، إمارات. بسؤالي الأول لحضرتك سيادة وزير الشباب، ده يمكن أستاذ باشمهندس محمود أثار نقطة مهمة، وهي فكرة الثقافة الخاصة بالشباب نفسهم اللي بيستسهل إنه يشتغل على توك توك أو ميكروباص وبيجيله 40 جنيه في اليوم. إيه دور وزارة الشباب في إن هي توصل لهذه الفئة؟ هذه الفئة قد لا تشاهد وسائل الإعلام بشكل كبير، أو قد لا تقرأ الجرائد أو تطلع على الإنترنت، فبالتالي من الصعب يعني وسائل الإعلام إذا قامت بدورها برضه من الصعب إن هي توصل أو تقتنع بهذا الفكر. فايه هو دور وزاره الشباب؟ هل هتوصلوا من خلال مراكز الشباب او ندوات ثقافيه او ما الى ذلك؟ سؤال اخر لحضرتك سياده وزير التجاره والصناعه، اكثر من تصريح مؤخرا بشان زياده الصادرات وايضا بشان زياده الاستثمارات. الجانب الاول من السؤال، ما هو الدور اللي بتقوم به وزاره الصناعه حاليا من اجل عوده المصانع المتعثره مؤخرا؟ الجانب الاخر وهو ما يتعلق بزياده الاستثمارات وجذب استثمارات جديده في ظل الاوضاع الامنيه الحاليه. الحقيقه مع حضرتك حق جدا في هذا الموضوع، لان فعلا احنا ما بنقدرش نوصل لكل القطاعات من الشباب عن طريق يعني الاداء العادي بتاعنا في الوزاره. لكن انا كنت يعني وفي زيارات مختلفه لمعظم القرى المصريه في جميع المحافظات، لما بنلتقي بالشباب الموجود هناك، فعلا احنا عندنا في محافظات حاجه اسمها مركز التعليم المدني،
وبنحاول دلوقتي من خلال مديريات الشباب والرياضه او الادارات التعليميه الادارات الشبابيه اللي موجوده